هلا والله بالام البطله. ها خلصت الفطور حق الاستراحه. كل شيء جاهز. وهذا العصير جاهز. كم احط كاس؟ لا 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 تحطي لهم كاسات قزاز بيكسرونهم. اسمعي يا عامر، وانت رايح الاستراحه مر البقاله وخذ لهم كاسات ورق. والله اني صادقه يمه، كفته وشكش كسروا كل كاسات الاستراحه. اعوذ بالله. ها امسك هذه الشوربه. هذه الشوربه بس اسمع، اياني وياك ترجع من الاستراحه بدون مواعيني. مو تطلع لي مثل ابوك. وش فيه ابوه؟ ولع الديربي. ابد والله، نص مواعيني منثره بين الثمانه والصمان. عمرك ما كشت مع اخوياك ورجعت مواعيني الا ترجع وانت مضيعهم. وش جاب الطاري هالعين؟ لازم تقاشرني؟ اللهم اني صايم. دقيقة دقيقة، وين السمبوسة؟ هذه. لا يا شيخة، اخطبوط انا اخطبوط، ما تشوفين عندي يدين ثنتين؟ لا يا شيخ، وش رايك اخذهم معك السيارة بعد؟ اي البس عبات وتعالي. خلاص وش فيكم؟ روح السيارة، سليمان يجيبها، يلا. سليمان! يا سليمان! وجع. بسم الله. ما صمت الا الا صايم. لا يا شيخ، وهذا اللي تشربه وشو؟ ذوق ذوقه. والله لو تدري عنك امي، انت جلدك جلد. صم زي الناس، مو بصوم الدجاج وديك. اسمع، انا بمشيها لك لان عمرك 10 سنوات. يلا راح جيب الاغراض من المطبخ. ماني فاضيلك. وشو؟ ماني فاضيلك. انت بفاضيلي ها؟ ايه. يمه ترى سليمان. لا خلاص والله امزح، والله لو تبي اشيلك شلتك. ادب. يلا دزها خلنا نشوف، يمكن مزبن سمبوسه ولا الجيمات. بزر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل تقبل الله منا ومنك. الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير. الله يعافيك. تبي واحده زياده؟ لا كثر الله خيرك، استراحتنا قريبه. بالتوفيق ان شاء الله. امين. خلاص خلاص ازعجتنا. ايش في فاصل ذا؟ تو مولع الاشاره. الله المستعان، ما فيهم صبر الناس ذولي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلاص. اقعد يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله عليك، رياضة بالعصر. هذا الرياضة هذا كويس كويس يا صيام. من جام العيال؟ انت شوف سيارة؟ لا ما في سيارات. ليش كلام هذا منه فريجي؟ اوف اوف اوف، حتى انت ساير تزبد يا صديق وقافل معك مع الصيام. خلاص نزل الاغراض اللي بالسيارة. انا الرياضة خلاص، بعدين اقرا تنجل. ابوك القفلة. اللهم اني صايم بس. هذه اخرتها انت وياه، نتواعد على الفطور وما حد يجي منكم. لكن الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي اعتمد على مبزره. سم يا صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني صمت على رزقك وافطرت على رزقك. السلام. وعليكم السلام. بسم الله. عافطها نومه توك تجي ورع. الحين روقها، منين فاضي لك ترى؟ لا يا شيخ، ولك وجه بعد. خلاص راحت علي نومه يا ابن الحلال. كان قعدت ببيتكم، وشو اللي جاي ويديرك فاضيه؟ طيب اجيب لك شاورما بعد الصلاه، لا تصجنا خلاص. نوم زياده مشكله. الحين قال لك بتشارك انت وجهك، خليك ساكت ها؟ المنتو وصل يا عيال! بدري، كان خليتوه على السحور ازين. والله انا بحلت بهم، سني سواق معلمات، امر ذا يلطع نص ساعه، والثاني ذا يلطع نص ساعه. ابوي يقول افطر معانا الفطور الاول، وروح افطر مع اصحابك الفطور الثاني. والبلنتيات بعد التراويح. والله انك جبتها صح، نفس ضحكة كفته. بعدين تعال انت تنصب تقول مفطر الفطور الاول في بيتكم، وشلون هو توه مذن؟ لا لا انا قلت لابويا ابغى اروح افطر معاه الفطور الثاني، ما ابغى افطر معاكم الفطور الاول. عاش مصرف يا عيال، ما حد يفتح الحوافظ، جيبوا الاكل نصلي المغرب بعدين ناكل. اوكي اوكي. طبعا مثل ما بتعرف ارحم السمبوسه انت. كثير سهل، بس بدها شويه تركيز وشويه. يا حلالا شاهي عقب الفطور يدغدغ المخ. تقوله صادق.
وبناخذ اتصال ثاني. مين معنا؟ روان. اهلا وسهلا ومرحبتين روان. جاهزه للسؤال؟ اكيد جاهزه. حلو كثير. السؤال بيقول ما هي عاصمه تونس؟ في خيارات؟ تكرم عينك روان ولو. نحن بدنا كل المتسابقين يفوزوا. عندك الخيارات عم بتقول الرباط، تونس، طرابلس. أمانة الله يخليك ساعدني. ولا يهمك، تكرم عينك. يعني مثل ما بقولوا خير الأمور الوسط. تونس؟ يا عين عليكي، ألف مبروك. بيعجبني ذكائك روان وإنك عم تلقطيها بسرعة. ربحتي معنا 2000 دولار. ألف مبروك. أبوك الصملة لك 7 سنين وتدق عليهم هم ردوا عليك. أنا مستحيل أفقد الأمل. حتى لو ردوا عليك مسوي مثقف أول سؤال حتبنشر. إيه يا عيال نسيت أقول لكم، ترى الخياط دق علي قلت ثياب العيد خلصت، يبغى أحد يمر عشان يأخذها. يا عيال باقي يومين على العيد. أجل قوم جبت ثياب العيد ومن هنا شي صراويل وفناير. قدام فكرة بطلة. ردوا يا جماعة ردوا. إي والله ردوا عيال. وناخذ الاتصال الجاي، مين معنا؟ أنا كفتة. عفوا شو؟ أنا كفتة من الكافاتي. لا أرسل لهم اللوكيشن أحسن. أخ كفتة، السؤال بيقول من هو سفير تركمانستان لدى نيكاراغوا؟ الأسئلة كتير سهلة بس بدها شوية تركيز وشوية ذكاء. هذه حتى جوجل يخصي يجيبها. ركزوا عشان تربحوا. ما في مساعدة؟ أخ كفتة بعتذر منك كتير، السؤال واضح وسهل. معك 4 ثواني للجواب. ورانا فاصل. قل تكفى 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 الله يخليك ساعدني. داخل فوال ذا مو مشارك ببرنامج. يا اسكت اسكت لا تضحكون يطلع صوتكم بالبرنامج. بعتذر منك كثير اخ كفته. انتهى وقت الاجابه. اعزائي المشاهدين هلا بنطلع فاصل وراجعي لكم، خليكم معنا. تستاهل على دلعك الخايس ذا، المفروض انت تدفع 2000 دولار مو هم يدفعون لك. الحين قايلك عطنا بكرسي، تعطيني بدون كرسي. ما عليك منه يا مدير، ابي طاقيه العيد لا هب زري ولا هب هلل، يعني رسميه. اوكي عاد انت هنا لي تخصصك ذا الشيء. الحين انت بتسكت ولا احطك بالعقاب؟ ها احطك اراك بتكافن بذير على يبلانه. يا ابوي مرضه تزبط بلاك. ماخذ مقاس شرشف ابو علي، عطني مقاس 52. جربت كل المقاسات ولا زبطت، شكلي بعيد بتوب بس. بلا والله من هالفتيرة ولا ما تحلقه وربي ما حلقها. ايش رايكم يا جماعة في النظارة اتعيد فيها في العيد؟ الحين الناس شاري ملابس داخلية وشمغ وكنادر وانت مسقت معك هالنظارة. اقول مش بس عطى النظارة رجعه. وين وين رايح؟ دوك يا ابو علي. يا عيال الحلاق فاضي، ليش ما نحلق الحين ونفتك من زحمة العيد؟ لا 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 هذا الحلاق غالي، أنا ما أحلق إلا عند أبو عشرة. يا ابن حلال ما أكلمك أنا، أدري إنك تحلق عند أبو عشرة، وأصلاً المفروض تاخذ موس بريال وتحلق ببيتكم، صح ولا لا؟ صح. لا لا يا عيال، أنا دمي حار، لو أحلق اليوم بيطلع بكرة، فمن محلق إلا ليلة العيد. إيه، عارفين رأيي في الحلاقة، ما حد له صرف شعري أنت وهو. ترى أنا جويع ولا هو بوقته حلاقة، كون آخذ الصحون وروح استراحة، يا الله يمدينا. إي والله إنك صادق، هذا هو الشور. اسمع ياسر عليك السحور لانك ما جبت شيء بالفطور، صح ولا لا؟ صح. خلاص ابد ابشروا، انتوا سبقوني الاستراحه وانا بجيب السحور. يلا يلا بسرعه. ها يلا. مع السلامه. ما شاء الله تبارك الله، كانك كثرت ياسر 3 حبات. ورانا صيام الزود ولا النقص. وين زود معه وانت عندك شله هالقوارض ذولا؟ ما عليك حنفرم وفرم. ما في شطه. تشرط انت وجهك، ما ودك تاكل وانت ساكت. اصلا الشطه تعطش. سلكوله يا سلكوله. ابوي يا عيال سميبا والجاي جيب معك لبل السحور. اي بس انا قاعد اتسحر مع العيال في الاستراحه. وبيتنا ما في اكل يوم انك تتسحر بالاستراحه. الا الا بس انا موعد اخوياي. والعيال اهم من هلك. الله ما تستحي على وجهك. يلا بس جيب لبل وتعال. طيب ابشر ابشر. عجيب والله. بعد اذنكم يا عيال. اما عاد ما في لبن، جاي دور لبن ذا الحزه.
ما راح تحصد الحزه لبن صحي انت وانت ايش جاي تدور انا متسحر وقاضي شبعان اللهم لك الحمد اباخذ بيره وابي هضم وامشي هم عاد سحور ولبن وبيره مخرطه ذي مهم معده في لبن لا والله خلص الله يكثر خيرك يا ياسر وربي ما قصرت جعل عافيه يا عيال كيفك تعال وين ماخذ اللبن مو بلازم لبن اشربوا مويه تعال تعال جبوه جبوه فاضيلك انا